كثير يمكن من الطلاب نوعيا برنامجهم اليومي بيختلف، بياخذوا منشطات يمكن طبيه او باستشاره الطبيب، بتلاقي من سبب الخوف انه هن بدهم حاله تركيز عاليه، بدهم عقلهم مثل ما بيقولوا شغال على مدار ال 24 ساعه، بس هي المنشطات بتاثر، لازم فعليا يكون في استشاره من الطبيب. احيانا الطلاب بيسمعوا من رفقاتهم انه والله انا باخذ هيدا المنشط ممكن مشروب معين ياثر على حالتي العقليه، وممكن يكون التركيز هون اقوى بفترات معينه. اكيد يعني نو كنا بنعرف انه فتره الامتحانات هي من اهم الفترات يلي بمر فيها الطالب خلال مرحلته الدراسيه او الجامعيه، فعلا برافقة مثل ما ذكرتي كثير من القلق من التوتر والضغط النفسي، ولاحظنا وشفنا انه بعض الطلاب صاروا يلجؤوا للحل الاكثر شيوعا يلي هو المنشطات، المنبهات او المكملات الغذائيه، يعني كل هاي الامور لزياده تركيزهم واستيعابهم اثناء الدراسه بعيدا عن الخمول والارهاق الجسدي والنفسي يلي ممكن يصيبهم. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، هل هي المنشطات فعلا قادره انه تؤدي دورها الصحيح، ام رح يكون في لها آثار جانبية تنعكس سلبا على صحة الطالب فيما بعد؟ تفاصيل أكثر منتعرف عليها سوا مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة هالة شاهين، صيدلانية ومدرسة في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن تأثير المنشطات إن كانت دوائية أو طبيعية، خلينا نعرف شو هي المنشطات لكل الناس، لأنه فعليا نعرف في ناس بتاخذ هاي المنشطات بدون استشارة وما بتعرف قديش إلى آثار فعليا إن كان سلبية أو إيجابية. تمام. المنشطات بالتعريف العام هي كل مادة أو كل مركب أو كل غذاء قادر أن يحفز الجسم على أداء وظائفه بالشكل الأمثل بشكل عام. طبعا تحت هذا التعريف بيجي كتير من المركبات وكتير من المواد اللي بتشتغل بآليات مختلفة. بداية في عنا المنشطات العامة اللي هي بتشتغل على كامل خلايا الجسم، بتخليها كلياتها تعمل أداء بالطريقة الأمثل، فقط بتنشيطها، تنشيط استقلابها، أداء وظائفها بشكل كويس. وفي عنا المنشطات النوعية اللي هي بتركز على أجزاء معينة أو أعضاء معينة بالجسم، مثل المنشطات الجنسية ومنشطات الذهنية اللي بنسميها منشطات الذاكرة أو المنشطات اللي بتناولوها الطلاب اللي هي بتأثر على الدماغ. طبعا كل حدا فيهم يعمل بطريقة مختلفة عن الآخر. المنشطات العامة بيجي تحت هذا العنوان المكملات الغذائية مثل ما تفضلتي قبل شوي، الفيتامينات، بعض أنواع المنبهات البسيطة مثل الكافيين اللي موجود ضمن القهوة والشاي، هدول فينا نضمهم نحن تحت بند المنشطات العامة يلي هن بيشتغلوا على تحفيز كل خلايا الجسم لتشتغل بطريقة مزبوطة. في حين أنه المنشطات الذهنية تأثيرها بيكون على الجهاز العصبي المركزي، ومن هون بتجي خطورة استخدامها إذا لم تكن الحاجة تستدعي لهذا الاستخدام. تمام. يعني من خلال حديثك دكتورة عم نشوف انه في اكثر من نوع للمنشطات، حابين نركز على المنشطات الطبيعية يلي المفروض نحن هلا طلابنا شهادة ثانوية يركزوا عليها بهالفترة. بداية المفروض انه يبعدوا عن المنشطات الدوائية، لانه هناك منشطات دوائية هي أدوية نظامية موجودة بالأسواق، لكن هي تصرف لحالات مرضية مشخصة من قبل طبيب، اللي هي حالات ضعف الإدراك، قلة التركيز عند الأطفال اللي عندهم فرط نشاط مثلا. هدول أدوية تصرف بموجب وصفة طبية وبناء على تشخيص محدد من الطبيب، يعني ما بيصير الإنسان العادي ياخدها. فبالتالي الطلاب المفروض يبعدوا عن هاي الأنواع من المنشطات، لأنه هي في إلى برجع بقول تأثير على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تؤدي إلى الاعتياد والإدمان. بننصح الطلاب دائما يضلوا على المنشطات الطبيعية مثل ما تفضلتي، الفيتامينات بشكل أساسي على رأسها B12 يلي هو كتير مهم لحتى يكافح الإجهاد التأكسدي اللي موجود ضمن الخلايا، ايضا فيتامين سي اللي هو كمان له تاثير مضاد للاكسده، بيعمل نوع من النشاط، بيخلي الخلايا تشتغل بشكل كثير طبيعي. هناك بعض العقاقير النباتيه الطبيعيه مثل نبته الجينكو بيلوبا يلي هي كثير مهمه لزياده الترويه بالدماغ، ونحن بس قلنا زياده الترويه بالدماغ يعني اكسجين عم بيوصل بشكل كثير كافي للدماغ للخلايا الدماغيه، فصارت الخلايا الدماغيه عم تشتغل بطريقتها الامثل. الكافيين، الشوكولا، لانه هي محتويه على القليل من الكافيين
الكافيين، وهي اصلا الشوكولا هي في عندها تاثير مضاد للاكتئاب، فبتساعدهم لحتى يركزوا على دراستهم، يركزوا على يقدروا يستوعبوا بطريقه افضل. تناول اكيد كل شيء فواكه طبيعيه وخضار طبيعيه كثير مهم، لانه يحتوي على المصادر الاساسيه، هن عم ياخذوا ساعتها أكيد. كل هي المواد عم ياخذوها بطريقه فريش طازجة، بيستفيد منهم، بيستفيد جسمهم منها بالطريقة الأمثل. غير هيك نحن ما بننصح بأنه ياخذوا أي أدوية ثانية أو أي منشطات، وأكيد يعتنوا بنظام يومهم، لأنه النظام اليومي بيلعب دور بإحساسهم بالنشاط أكيد. يحافظوا على ساعات النوم، لأنه بس الجسم أخذ حاجته من النوم أكيد رح يكون نشيط باليوم التالي ويقدر يدرس ويستوعب. لهيك ذكرنا بالبداية أنه في ناس فعليا بتغير نشاطها يعني برنامجها، وهذا غلط اليومي الحقيقة. وهذا غلط. وخلينا نحكي عن المنشطات الصناعية أو الدوائية. تمام. يعني قلتي ببداية حديثك أهم شيء استشارة الطبيب أكيد. بس نحن بنعرف قديش يمكن هاي الفترة بتكون فعليا حالة من التوتر والقلق والضغوطات النفسية على الطلاب، خصوصا بتلاقي فعليا الطالب عم يفكر وأهلهم، لأنه أحيانا بتحسي الأهل عم يقدموا الشهادة عن أولادهم من كتر ما هن خايفين على مستقبلهم. بس في بعض الطلاب، ونحن يمكن مرينا بهي المرحلة، في طالب مثلا ممكن رفيقه يقول له أنا باخذ هذا الدواء ما بنام لأنه أنا عندي مادة بدرس للصبح بتلاقيني مركز وكذا. تمام. بدون استشارة الطبيب، وهي حالات بنشوفها للأسف. خلينا نحكي عن الآثار السلبية لهي هي الأدوية الصناعية اليوم اللي عم نحكي عنها، اللي لها فعليا بالمستقبل آثار كتير كبيرة. تمام. هي نقطة كتير مهمة لازم ننوه عليها، لأنه طلابنا أساسا يعني هن المراهقين، ما كتير فعليا فيكي تضبطيهم بشكل صحيح، وللأسف بيلجأوا لياخذوا هاي الأنواع من المنشطات بدون استشارة الطبيب. صحيح. بياخذوها بيفرحوا بالمفعول اللي بتعمله ببداية الاستخدام. لأنه المنشطات ببداية استخدامها بتعطيهم شعور بالراحة، شعور باليقظة، خلينا نقول مثل ما تفضلتي ما بيعودوا بيناموا أبدا، بيشعر حاله أنه هو زاد تركيزه، يفقد الإحساس بالتعب، علما أنه هو جسمه عم يتعب من قلة النوم، من السهر المتواصل، من الدراسة المتواصلة. لكن هي الأنواع من الأدوية تفقد الإحساس بالتعب، فبالتالي جسمه عم بيتعب بدون ما هو يحس، فممكن يوصل الجسم لمرحلة ينهار بدون ما يدرى الطالب، وقد يكون هذا الانهيار لسوء حظه أثناء فترة الامتحان أو هو داخل على الامتحان، وهون بنقع بالمشكلة الكبرى. زائد أنه هي الأنواع من الأدوية كونها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، فإلى مفعول إدماني وتتطلب جرعات متزايدة. حتى لو أخذها بفترة وجيزة، حتى لو أخذها يعني حتى لو نحن عم نحكي عن فترة وجيزة ما يقارب 20 يوم، ممكن مو 20 يوم، أنت بدك تحكي الطلاب، خاصة طلاب الشهادات، شهر شهر ونص هن قاعدين بالبيت وبينصحوا بعض وبيعطوا بعض وبياخذوا من هي الأنواع بدون من الأدوية بدون استشارة طبية. فأنت في ناس بتاخذها خلال فترة الامتحان مشان ما تنام، مشان تحفظ بسرعة، في منهم حتى من بداية فترة الانقطاع ببلشوا بياخذوها، هون صارت عنده الفترة كافية ليدخل بحالة الإدمان، وبيبلش بيحس إنه هو الحبة اللي كان عم ياخذها ما عادت تكفيه، بصير بياخذ حبتين. صحيح. والحبتين ممكن يصيروا أربعة. هذا كلياته فرض تنبيه عم يكون على الجهاز العصبي المركزي. برجع بقول ممكن ينهار الجهاز العصبي المركزي بأي لحظة، زائد أنه بيدخل بحالة الإدمان، لأنه دائما حالة الإدمان تترافق بالطلب المتزايد من الحاجة. نحن حتى أبسط الأمور، السيجارة أو القهوة، بيشعر المدمن عليها بعد فترة أنه هو مثلا سيجارة ببلش بيصيروا تنتين، بيصيروا أربعة، بيصيروا عشرة. نفس الشيء هدول الأنواع من الأدوية مثلهم مثل المخدرات، ما بيعود بترضي الشعور الكمية أو الشعور اللي بتعطيه الكمية البدئية، بيبلش بيزيد الجرعة من عنده، وهو مفكر أنه عم بيعمل شغلة منيحة، لكن للأسف ضرر كبير للجسم. لذلك نصيحة لكل الطلاب اللي عم بيسمعونا، رجاءً ابتعدوا عن المنشطات الدوائية ولا تستخدموها إلا بعد استشارة الطبيب. في حالات تستدعي، في طلاب هن عندهم بعد تشخيص الطبيب صحيح. يكتشف الطبيب أنه هن عندهم قلة في التركيز، صعوبة في الإدراك، صعوبة في الحفظ، هون إذا في استشارة الطبيب أوكي على عيني، لكن لا تأخذوا المنشطات الدوائية دون استشارة الطبيب، لأنه آثارها الضارة كتير خطيرة. أكيد. ودكتورة، يمكن بيصيروا بيربطوا موضوع النجاح بإدمانهم على هي المنبهات أو المنشطات. طيب خلينا نروح نحكي عن المنشطات الذهنية، كيف ممكن نحن نأخذها اليوم بطريقة أكثر أمان؟ المنشطات الذهنية الدوائية خلينا بعد عنها. بالنسبة للمنشطات الذهنية الطبيعية، الكافيين يدخل ضمن المنشطات الذهنية الطبيعية، فنحن ممكن فنجان قهوة،
كاسة شاي مثلا كتير تساعدنا لحتى ننبه دماغنا، طبعا دون الإفراط بالكمية لأنه ندخل بقصة ارتفاع الضغط وإلى آخره. الشاي الأخضر موجود بقلبه مادة اسمها تيانين، كتير مهمة لتحفيز الدماغ على صحيح. أداء عمله بشكل كتير كويس. برجع بقول الجينكو بيلوبا، نبتة الجينكو بيلوبا، وهي موجودة بالصيدليات صحيح. بشكل حبوب، ممكن يجيبوها وياخدوها، أو ممكن حتى بشكل بودرة يحلوها بالماء وياخدوها، أيضا ممكن ياخدوها وهي آمنة لأنه هي عقار نباتي صحيح. تماما ما في عليه أي مشكلة. بذور الشيا بنسمع كمان، بذور الشيا في لفوائد، بذور الشيا كويسة. الجينسينج من المواد اللي كتير مهمة لتحسين أداء الدماغ، لتحسين الإدراك وتحسين المعرفة خلينا نقول، أو القدرة على الحفظ. الفيتامينات بشكل عام كلها خاصة فيتامين بي، برجع بأكد على فيتامين بي، فيتامين سي كتير مهم، حتى فيتامين دي ثبت أنه في له علاقة بموضوع الدراسة، لأنه فيتامين دي مثل ما عم نشوف بالسنوات الأخيرة له علاقة بعمل كافة أجهزة الجسم صحيح. فبالتالي أساساً نحن منطقة عنا عوز تمام. فيتامين صحيح. تماماً، فبالتالي نحن تناول المالتي فيتامينز اللي هي محتوية على كل الفيتامينات اللي بيلزمها جسمنا بتفيد الطالب بهي المرحلة، زائد الاعتناء بالغذاء. الغذاء كتير مهم يا جماعة، برجع بقول الفواكه، السلطات، يعتني بالسلطات، يعتني بالعصائر الفريش، لأنه هيدي كلها بتعطيها المصادر من الفيتامينات بشكل يعني بجرعة كتير منيحة. والاعتناء بنظامنا اليومي، ممارسة نوع من أنواع الرياضة، ينزل يمشي يوميا ربع ساعة نص ساعة كمان، هذا كتير مهم. هذا فينا نعتبره منشط ذهني طبيعي، ممارسة الرياضة هي منشط ذهني طبيعي، لأنه بيرجع الدورة الدموية بتتحرك. بس تحركت الدورة الدموية إذا وصل الأكسجين لكل خلايا الجسم وعلى رأسهم خلايا الدماغ أكيد، وبتقدر تعطي أداء بشكل أفضل. طيب المغالات أو المبالغة في أخذ الفيتامينات ممكن تأثر ولا لا؟ لأنه نحن واصلين بمرحلة من الزمن تلاقي حتى الفيتامينات تأخذ دون استشارة، يعني عم نحكي عن تمام. فيتامين ب، فيتامين د، عم نحكي عن أوميجا 3 اللي إلى آثار فعليا جميلة على الصحة فينا نقول العصبية والذهنية، بس المغالات ممكن يكون له آثار. نحن إذا بتذكروا حكينا مرة كنت معكم بلقاء أنه أكيد نحن فرط الفيتامينات مثل ناقصة صحيح. فنحن ما المفروض ناخدها بشكل دائم، لكن نحن عم نحكي عن فترة حرجة هي فترة الامتحانات، مدتها شهر تقريبا أو شهر ونص. هدول معلشي إذا أخذنا خلال هالشهر أو شهر ونص أخذنا المالتي فيتامينز لحتى نأمن لجسمنا كل حاجته ليعمل أداؤه بشكل كويس. بس خلصنا امتحان فينا نوقف هدول الفيتامينات ونبلش ناخدهم مرة بالأسبوع أو مرتين، أو ممكن نعمل تحاليل لنشوف إذا نحن فعلا ناقصنا أو لا. إذا ناقصنا أخذناهم، إذا مو ناقصنا نحن منوقفهم. لكن خلال هالفترة كونه الإجهاد بالدراسة يستهلك صحيح، خاصة في بجوز مجموعة من الطلاب يمكن بيدخنوا التدخين، يستهلك قسم كبير من الفيتامينات بجسمنا. فبالتالي خلال فترة الامتحان معلش لو أخذنا نحن overdose جرعة زائدة، خلينا معلش ناخدها لحتى جسمنا يكون مرتاح مو ناقصه أي شيء ليقدر يعطي أفضل ما عنده. وبس خلصنا امتحان أكيد مفروض نوقفهم، أو برجع بقول نستشير طبيب، نعمل تحاليل إلى آخره، وإذا لقينا في داعي نكملهم منكملهم أو منوقفهم. تمام دكتورة، خلينا نوضح أكثر ونعطي أمثلة. يعني بيوم الامتحان كثير من الناس أو كثير من أهالي بيقولوا لك أنه لا، خلي طالب يروح معده فاضية على الامتحان. نفس الوقت بتلاقي البعض الثاني بيقولوا لك أنه لا، لازم يأكل شيء كرمال مخه يشتغل ويعرف يكتب. خلينا نوضح أي طريقة أفضل. هلا أول شيء ليلة الامتحان نصيحة، الأحسن ما يسهروا، لأنه النوم الكافي كتير مهم لحتى دماغه أثناء الامتحان يعطي المعلومات اللي موجودة. تاني شغلة موضوع الأكل، هلأ في طلاب هي بترفض تأكل لأنه من كتر التوتر والتعصيب بيكون ما نقادر يمكن أكيد. يأكل. بس نحن دائما بننصحهم أنه كاسة شاي سكر زيادة مع بسكوتة هي كافية لحتى شوي تعطيه الانرجي اللازمة لحتى جسمه يشتغل ما يتعب. أو ممكن فنجان قهوة إذا هو مو من أنصار الشاي، هو من أنصار القهوة، فنجان قهوة كمان سكر زيادة، لأنه السكر كتير مهم لا يعطي كالوريز، يعطي الطاقة لخلايا جسم كافة وعلى رأسه أكيد خلايا دماغ. فيحطوا بمعدتهم كاسة شاي أو فنجان قهوة مع بسكوتة، أو ممكن مع كعكة، أو ممكن مع شقفة خبزة صغيرة، بس أكيد أبداً ما يروحوا على الامتحان ومعدتهم فاضية، لأنه ممكن هذا ينعكس عليهم سلباً، يصير فيه اللي نحن نسميه قلص ضمن المعدة، هذا يعمل له آلام ضمن الامتحان نتيجة التعصيب، بينما ما بيكون آخذ أي شيء ضمن معدته هي الآلام بتلاقي شيء
تشتغل أكيد. عليه، فما بتعود او هي التبعوجات يعني ما بتعود بتالمه بالطريقه اللي نحن بنخاف منها. والفيتامينات يعني انه اذا اخذ فيتامينات اكيد صباح فيتامينات صباحا، بس اكيد الفيتامينات ما بيقدر ياخذها على الريق، لذلك بنقول لهم انه ياخذوا شاي او قهوه مع قطعه بسكوت، وياخذوا بعد منها حبه الفيتامين. اذا الام كمان بتعمل لهم مثلا كاسه عصير فريش، برتقان فريش الصبح قبل ما يروحوا، هذا كثير جرعه متكامله من الفيتامينات الفريش بتنشطهم وبيروحوا على الفحص وهن مرتاحين، واكيد يكونوا نايمين نوم كافي. تمام، يعني خلينا نحكي شوي عن الوزن، قد ايه اليوم مهم احنا ننتبه للوزن عند الطالب؟ بتلاقي بعض الطلاب بينحفوا كثير خلال ايام الامتحانات، ممكن يصير عندهم نقص ببعض الفيتامينات والمعادن، بنفس الوقت بنشوف طلاب بيصير عندهم سمنه، هي السمنه ممكن فعلا تاثر كثير على المخ. خلينا نوضح هون قد ايه مهم نحن ننتبه للطالب، ما نتركه على راحته. نحن في مفهوم خاطئ احيانا بيفتكروا العالم انه اذا في زياده بالوزن في بدانه معناتها الجسم عنده ما يلزمه. علما انه نحن كثير احيانا بنشوف ناس بدينين عندهم وزن زائد، لكن جسمهم يفتقر للعديد من العناصر من الفيتامينات من المعادن، بيكون ناقصهم كثير اشياء. طبعا. البداني لا علاقه لها بانه الجسم عنده ما يكفيه او عنده ما يلزمه. تمام، لذلك نحن برجع بقول اثناء فتره الامتحان سواء نحف الطالب او زاد وزنه، خلينا نعتني بجرعات الفيتامينات اللي هو عم ياخدها إلى أن ينتهي من فترة الامتحان. وحتى المالتي فيتامينز اللي موجود ضمن المعادن هن أفضل. في ناس بيكون في عندهم فقر دم بعوز الحديد، وهي منشوفها عند الصبايا كتير. صحيح. عوز الحديد، فقر دم بعوز الحديد، يعني ما عاد عندي الدم، مكونات الدم ما عادت سليمة 100%، فبالتالي عملية إيصال الأكسجين للجسم ما عادت سليمة 100%، وهذا بيأثر على أداء خلايا الدماغ. فنحن خلينا نعتني بإعطائهم المالتي فيتامينز اللي في معها معادن خلال فترة الامتحان، وبعد الامتحان برجع بقول بنعمل لهم فحوصات بنشوف إذا لازم يكملوا فيها أو لا، جسمهم هو مكتفي بما لديه هون بعد الامتحان منقرر. بس أثناء الامتحان خلينا على هذا السيستم الهجومي خلينا نقول، لحتى يقدر جسمهم يمارس أو يعمل فترة الامتحان بطريقة سليمة. فعليا بنتمنى لهم التوفيق لكل الطلاب فعليا ولأهاليهم، لأنه بنعرف هي المرحلة قديش فعليا صعبة وقاسية، ورهاب الامتحان بتلاقي موجود عند فعليا عند الأطفال من البداية. بس قبل ما نختم معك بنصائح أخيرة دكتورة، خلينا نحكي عن الشعار اللي موجود اليوم على الشعار البنية اللي موجود، هو شعار مئوية جامعة دمشق، لأنه نحن عم نحتفل الآن بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس جامعة دمشق، هي جامعتنا العريقة، وأنا أفتخر بأني خريجة جامعة دمشق وأعمل في جامعة دمشق، وبدي أستغل الفرصة أني على شاشتكم لحتى عايد كل العاملين في جامعة دمشق وكل من عمل فيها على مدار السنوات، وكل من يسعى لرفع اسمها عاليا لترجع إلى مصاف الجامعات الكبرى. أكيد كانت أساساً هي بصف الجامعات الكبرى، لكن أساساً استهداف سوريا لعشر سنوات. الأزمة اللي مرينا فيها ما أنا سهلة، اليوم في عودة قوية إن شاء الله لجامعة دمشق، وقريباً ستعود إلى أمجادها. أكيد تحية لكل العاملين في جامعة دمشق، تحية لكل الدكاترة والطلاب والكل العاملين فيها من أكبر شخص لأصغر شخص، لأنه بنعرف نحن ولكل من تعاقب طبعا الحقيقه يعني خلال السنوات من خلال السنوات تماما الى اليوم، لانه نحن بنعرف الظروف اللي مرينا فيها. شخصيات علميه عريقه سوريه تعاقبت على جامعه دمشق، هي اهم الشخصيات اساسا كانت خريجه جامعه دمشق. تمام. فاكيد نحن بنعتز وبنفتخر بجامعتنا، بدنا نقول لها كل عام وهي بالف خير، ان شاء الله بنحتفل باليوبيل الالف كمان الماسي. وبنشكرك بالختام دكتوره، نصائح اخيره خلينا نحكيها لكل الاهالي اللي عم يتابعونا فعليا وللطلاب خصوصا بما يتعلق المنشطات، لانه فعليا قد ما بنحكي نصائح احيانا في هيك تكون زغله بسيطه من بعض الطلاب. النصيحه الاهم الحقيقه للاهل قبل الطلاب انه لا كثير توتروا الطالب، طالما عم يعمل اللي عليه اتركوه، لا كثير نحسسه بجو التوتر لحتى يقدر يعمل الامتحان بشكل كويس. نصيحه للطلاب رجاء لا تتداولوا المنشطات الدوائيه بين بعضكم، المنشطات الدوائيه لا تؤخذ الا باستشاره الطبيب، اعتنوا بنظامكم اليومي، اعتنوا بساعات نومكم لانه هي كثير اساسيه لحتى يشتغل دماغكم بشكل صحيح، مارسوا رياضه ولو نص ساعه يوميا لانه كمان مهمه لتشتغل دورتكم الدمويه بشكل كويس، اعتنوا بالغذاء بالفيتامينات، وان شاء الله موفقين يا رب جميعا. ان شاء الله يا رب، يعني فعلا نتمنى يكون في وعي اكثر من قبل الاهالي والطلاب، الموضوع بحاجه لسلسله متكامله ان كان نظام غذائي ان كان ساعات نوم، وكثير من الامور يلي فعلا ممكن تساعد.
بعدهم. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. دائما سعيدين بوجودك في معلومات مفيده يوصلني من خلالك. شكرا كثير. شكرا لكم.